سيد الوزير، بغيت نثير الانتباه لبعض المراكز الصحيه اللي تبنات ولكن ما كاينش موارد بشريه، وهي خاصه شويه ديال الترشيد ديال الموارد البشريه. كنعطي المثال ديال المركز الصحي حربيل طمنصورت المتواجد بجامعه حربيل، وما فيها باش السيد الوزير الزياره ديالكم اللي تقوموا بها لمراكش ان شاء الله تزوروا المدينه ديال طمنصورت وتعطوا الانطلاقه ديال المستشفى المحلي. شكرا. شكرا.